تفعيل دور الجمعية العمومية في مراقبة أداء المجلس باعتبارها السلطة العليا التي يجب أن تشارك في إدارة نقابة المحامين. الجمعية العمومية التي يتجاهلونها. ثانيا، الدفاع عن حقوق المحامين ورعاية مصالحهم من منطلق نقابي مهني بعيدا عن الانتماءات الفكرية أو الحزبية أو الأيديولوجية. ثالثا، نشر الوعي النقابي وروح العمل الجماعي ومقاومة الفساد بكافة صوره داخل نقابة المحامين حتى تعود المحاماة إلى سابق عهدها. رابعا، العمل على وضع مشروع قانون المحاماة يدعم الحماية الكاملة للمحامي أثناء وبسبب ممارسته لمهنة المحاماة ويضمن توزيع الموارد بشكل عادل. خامسا، التحرك في اتجاه إجراء تعديل دستوري يحقق الضمانات الكاملة للمحامي دون ما تهديد من أي سلطة من السلطات، والعودة إلى ما قبل التعديل الأخير الذي جرى على المادة 198 من دستور 2014. سادسا، مواجهة أي تهديدات تقع على المحامي أثناء وبسبب تأديته المهنة. وأخيرا، العمل على تحسين أنظمة المعاش والعلاج لحماية أوضاع المحامين وأسرهم في حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. الله أكبر، وعاشت نقابة المحامين حرة مستقلة.